ديزاين بروبلم عندي n بتساوي 10 u بتساوي 900 df بتساوي 4.2 متر عندي tdo بتساوي 2 سكند tdc بتساوي 3 سكند tp in بتساوي tp out بتساوي 1.2 سكند نفس الارقام اللي استعملناها قبل هيك وحطينا a بتساوي 1 متر بير سكند سكوير وj بتساوي 1 متر بير سكند كيوب عندنا ar بتساوي 12% وانترفال تارجت نفس الاشي بيساوي 30 سكند هلا المطلوب انه نحلها على الهارنت بلين هلا مش معطيني معطيني سرعه ما في سرعه هون فيش سرعه فالسرعه اللي مختارها خلينا نختار السرعه اذا راح ناخذ هلا 30 سكند انا قررت هون اخذ 30 سكند فستاندرد لا خفضته شوي 30 سكند بدها تساوي قديش التوتال ديستانس عندي 10 اذا بايش بضرب 0 ل 1 1 ل 2 2 ل 3 لحد ما اوصل 9 ل 10 بضرب في 10 مش هيك لا ما انا بديت من 0 ما بديت من 1 فعندي 10 في 4.2 عندي التوتال ديستانس بتصير 42 متر على في زائد في على 1 زائد 1 على 1 تطلع معي في من هون تساوي قيمتها تطلع انا بعرفش الفاليو اللي بيطلع هون بس بختار بالنهايه في 1.6 متر بير سكند بدي اتاكد انه ريتد سبيد اتيند ان 1 فلور جيرني ايش لازم يكون عندي دي اف اللي هي 4.2 بدها تكون اكبر من او يساوي علامه استفهام اي سكوير في 1.6 زائد في سكوير جي على 1 في 1 وهي تساوي 4.16 متر اذا هاي صحيحه لانه هاي 4.2 متر اذا هاي الريتد سبيد نبدا نحسب الان بنحسب لامدا لامدا تطلع معي 0.36 باسنجرز بير سكند وبطلع بي انيشال بدها تساوي 30 في 0.36 قديش بيطلع معي؟ 10.8 باسنجرز هلا احنا معلش عمالنا بنستعمل فراكشنز وهيك لما ننتقل من كالكوليشن لسيميوليشن رح نلغي الفراكشنز وتصير نستعمل ارقام كامله بالسيميوليشن صعب احط 10.8 باسنجرز بدي ادخل يا 10 يا 11 فلما ننتقل للسيميوليشن رح نشوف رح نوقف نعمل هاي الفراكشن اللي هون بس احنا هون فاهمين انها هلا بنعمل الحسابات كلها رح اختصر الهاي بس عشان افرجيكم الهاي اللي بتطلع معي RTT initial تطلع 135.37 seconds بقسمها على 30 بدها تعطيني واضح قديش لازم يطلع معي L مش موصل 150 هذا مش هيك؟ 120 4 150 5 مش هيك؟ مضبوط لازم يطلع معي 5 elevators من هون وبيطلع معي interval actual او interval initial بيساوي 27.07 seconds وبيطلع معي الهاندلنج كاباسيتي الفعليه تطلع 13.29% اذا اول نقطه على الهارنت بلين راح تكون 27.07 seconds و 13.29% هاندلنج كاباسيتي as a percentage of the building population هلا هون لما نعمل الايتريشن الثانيه هلا انا هون حاطط تيبل اوف اتريشنز بنعمل الاتريشن الثانيه بيطلع معي فيها الفيرست اتريشن بنزل عدد الباسنجرز باسنجرز انيشال بلس 1 بتساوي 9.75 وعندي بيطلع الراوند تريب تايم انيشال بلس 1 بتطلع معنا 129.61 سكندز هون كانت 135 بيطلع معي الانترفال initial plus 1 بيساوي 25.92 كان هون 27 صار 25.92 seconds فالنقطة الثانية على الهارنت بلين صارت 25.9 والهاندي كاباسيتي بتطلع 12.54 كانت هون 13 هون بتطلع معي 12.54% وهاي هاندينج كاباسيتي initial plus 1 interval initial plus 1 هي صار عندي نقطتين، ايش بقدر اعمل الان؟ هلا بقدر اضل اعمل اتريشنز وبحتاج حوالي خمس ست اتريشنز حتى اقدر اوصل للهاي، او برسم خط مستقيم بمر في اي نقاط؟ هاي هم النقطتين، فصار عندي هلا x1 y1 عندي نقطة، x2 y2 عندي نقطة، x1 y1
اللي هي هاي وإكس2 واي2 اللي هي هاي. تطلع معي معادلة الخط المستقيم. أنا مش موجودة هون عندي المعادلة، أنا عاملها بين التفاصيل من هون. المهم بطلع معي بطلع هاي المعادلة، بطلع معي هدول وهدول، وبحسب y بتساوي y minus y1 على x minus x1 بتساوي y1 minus y2 على x1 minus x2. تطلع معي معادلة علاقة بين y و x. ال x axis هو الانترفل وال y axis هي شو بعوض الآن فيها؟ 12% اللي بتعطيني الانترفل. فبطلع معي الانترفل بدون اي اتريشنز، خلص مباشره برسم الخط بطلع معي انترفل 25. كان 25.9، بطلع معي النقطه الثالثه اللي هي بتقطع هذا الخط. هاي احنا هذول النقطتين رسمناهم وصلنا بينهم، طلعنا هاي النقطه الاخيره اللي هي 25.1 seconds و 12% handling capacity. ومن هذا الرقم الان ايش بقدر احسب؟ بقدر احسب الراوند تريب تايم فاينل، بقدر احسب بي فاينل، مش هيك؟ اللي هو النقطة هاي. هاي اسهل بكثير ما تضلك تعمل اتريشنز، تو اتريشنز وبعدين تقدر تطلع القيمة. فاللي بيشتغلوا المشروع 13 تبع الهيرنت بلين، اسهل شيء بدك تعمل هيك او بدك تعملها على الكمبيوتر زي ما بدك، نفس الشيء تعملها اتريشنز متواصلة.